ايه ميرسي لذوقك واهلا بحضرتك. الحقيقه السؤال بتاع حضرتك ده انا شفته متوجه لي من ناس كتير سيدات ورجال. عموما هنبتدي بالشق الاولاني، طريقه ازاله الشعر في منطقه الارداف او حوالين فتحه الشرج. في ناس كتيره جدا بتزيل الشعر بالليزر سواء سيدات او رجال، في ناس بتزيل الشعر بالسويت والواكس زي ما بيزيلوا المناطق الحساسه، ولو اني انا ليا تعقيب دايما على السويت والواكس ان هم بيعملوا التهاب، والالتهاب وحمار وده بيقلب بسمار، وكمان في نفس الوقت بيعمل ترهل في الجلد في المناطق دي. طيب نيجي لازاله الشعر، افضل طريقه لازاله الشعر في المنطقه دي طبعا ليزر، مش هنعرف نعمل ليزر وهنستحرم والكلام ده كله، فنقدر نستخدم الموس. بس كمان الموس مع الناس بيطلع شعر بيشوك وممكن تحصل لهم حبوب، فانا بفضل النتف. النتف ازاي؟ بالصبعين دول الاتنين. قبل كده كنت عملت فيديو قلت انه افضل وسيله لازاله شعر القبط هي النتف بالعسل، فالناس افتكرت ان انا بقول جيبوا العسل وحطوه وانتفوا. لا، هاتوا عسل اسود، هاتوا عسل ابيض. الفكره في ايه؟ ان انت تاخد شويه على معلقه وتعوص صبعينك الاتنين دول على اساس انه في ماده يعني سكريه او ماده حلوه تمسك في الايد، تبقى ايديك ملزقه وتبتدي تيجي عند الشعر اللي في المنطقه دي، ويا دوب مجرد ما تلمس الشعر كده الشعر هيلزق في صوابعك، فتقوم تشده وتنتفه. الطريقه دي هتعمل ايه؟ مش هتطلع لك حبوب، مش هتطلع الشعر في المنطقه دي بيشوك، في نفس الوقت هيبقى المكان ده ناعم ومش هتعمل التهاب. فدي طريقه حلوه جدا وطريقه افضل طريقه. نيجي بقى لعلاج الالتهاب حول المنطقة دي. الالتهابات بتيجي عن طريق أسباب كتيرة جدا، بتيجي عن طريق بكتيريا، فطريات، العرق، وزننا لو زايد الوزن زايد برضو، لأنه الأماكن دي بتبقى مكتومة ومتغطية ما بتبقاش مكشوفة، فلازم تتهوى. فلو الالتهاب ممكن لمدة يومين اتنين بس هتستخدم الكيناكوم بمرة الصبح ومرة بالليل أو البيتاديرم. نيجي بقى للحتة التانية اللي هي خروج رائحة كريهة من فتحة الشرج. طيب أفضل إن أنت تروح عند دكتور يفحص منطقة الشرج دي ويشوف هل عندك بواسير، هل عندك دوالي، هل عندك شرج، سوري، عندك شرخ في الشرج. ده كله بيبان. كمان بنصحك ان انت تعمل تحليل للستول عشان تشوف هل في بكتيريا، هل في طفيليات، هل في ديدان. كل الحاجات دي بيسبب خروج الرائحه الكريهه من فتحه الشرج سواء عن سيدات او عن نساء. وكمان عمليه الاغتسال ممكن يكون الاغتسال مش بشكل كافي. فاتمنى انه انت كمان الملابس بتاعتك تبقى ملابس قطنيه، بلاش الملابس اللي فيها الياف والكلام ده كله. خلي المنطقة دي دايما تتهوى، وزي ما قلت لحضرتك فكرة نتف الشعر ممكن تنتفه زي ما قلت بالعسل، ان انت تبل صبعينك وتاخد الشعر من اوله.